نرحب بكم متابعينا عبر قناتنا عبد وجدي يوتيوب لاحوال الطقس إذن متابعينا الكرام عدنا اليكم من جديد لتعرف عن جديد احوال الطقس لنهار اليوم حيث ستعود الامطار من جديد بعد ظهيره اليوم على المناطق الغربيه وايضا الساحليه الوسطى والشرقيه إذن الامطار ستميز ولايات وهران عين وشنت تلمسان ولايه ايضا مستغانم ايضا ولايه شلف بالاضافه الى عين الدفله المديه تسمسيلت بالاضافه الى معسكر غرزة ولاية سعيدة وسيدي بلعباس شمال الأغواط شمال البيض وشمال النعامة إلى غاية الجلفة إذا هذه الأمطار متابعينا ستكون متوسطة مع تساقط للثلوج على 800 متر إن شاء الله المناطق الوسطى الساحلية جزاء العاصمة بومرداس تيزي والزوبيجة يا جيجي لسكيك داعنا بطارف سوق هراس قالما قسنطينة وشمال أم البواقي إذا هذه المناطق أيضا هي معنية بالأمطار في الفترة المسائية مع هبوب رياح قوية على السواحل الشرقية كما قلنا بعض الأمطار والزخات المطرية والسحب ركامية قوية ستميز الأوراس مع زخات مطرية مع بعض الثلوج على مرتفعات الأوراس ومرتفعات البابور ولاية الصيف وسحب كثيفة أيضا ستشمل شمال الصحراء والواحات إذن كل الحيطة والحذر خاصة المتابعين في ولاية سكيكدا وجيجل مناطق ولاد عطية بالإضافة إلى مناطق الحروش ولاية سكيكدا الميلية ولاية جيجل بالإضافة إلى الشرايع وأيضا وادي الزهور إذا هذه المناطق ستشهد أمطار قد تكون بكميات كبيرة مقارنة بالمناطق الأخرى كل الخير نتمنى للجميع سنوافيكم بنشريات جوية خاصة مازال الخير قادم الأيام المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته